فضيلة الشيخ وفقكم الله، النقل المباشر للدروس والمحاضرات الدينية هل يجوز تسجيلها وحفظها ثم إعادة بثها في وقت آخر، أم هذا من التصوير المحرم؟ ليش؟ أم يقول النقل المباشر للدروس والمحاضرات هل يجوز حفظها وتسجيلها ثم إعادة بثها بعد ذلك، أم هذا من التصوير المحرم؟ تصوير؟ نعم. شلون تصوير؟ تسجيل غير التصوير، سجل على شريط، سجل الصوت على شريط، وبعد ذلك توزعه وتنسقه وتوزع على الناس، هذا شيء طيب. نعم.